مساء الخير واهلا وسهلا فيكم. ترحيب خاص الليله بالراهبات الفاضلات بالاباء الاجلاء بالمشرفين على الاذاعات العربية بالمشرفين على الاذاعات العربية بالصحافة المهجرية بالأدباء والشعراء والفنانين بالضيوف الكرام بأهل أطفالنا اللي رح يبيضوا الوجه بمسرحية ضيعة الأشباح، رابع مسرحية بتعرض على مسرح سيدة لبنان بعد فصول من الحرب اللبنانية الو استراليا والطربوش. ديكور المسرحية للفنانة رندا عبد الاحد. اغنيات الطفلة ريما الياس جاي من تلحين السيدة وفاء صدقي وتوزيع الفنان مجدي بولوس. جنوبية من تلحين الاستاذ ادجار بازرجي وتوزيع الفنان مجدي بولوس. ماي ليتل برايا من تاليف وتلحين الاستاذ ريمون ابي عراج وتوزيع الفنان ناجح ملوك. دبكات المسرحيه ورقصاتها من تصميم اطفال مدرسه سيده لبنان. اغنيه هجمت علي الاشباح وضع موسيقاها الاخوة سيمون وانتوني وداني الياس. كمان تبرع الشاب سيمون الياس بآلات هندسية لانجاح المسرحية. الازياء صممت خصيصا لمسرحية ضيعة الاشباح اللي رح يمثلها طلاب وطالبات الصفوف الرابعة والخامسة والسادسة الابتدائية ما عدا الطالبة انطوانيت خوري والطالب جورج طنوس ام يوسف وبو يوسف. مهندس الصوت الفنان سامي هيفا. تصوير الفيديو للمصور المعروف ابراهيم الخير. وتعب الاستاذ ابراهيم تيصور هالفيديو عائلات خاصة بالتلفزيون اللبناني. وبامكانكن الحصول على الأشرطة بالاتصال فيه شخصيا او بادارة المدرسة. منترجاكن ما في اي استراحة بالمسرحية. المسرحية رح تعرض لمدة ساعتين. لهالسبب منترجاكن الانتباه والاصغاء لكل كلمة رح يقولوها اولادكن. كما منترجاكن الوقوف للناشدين الاسترالي واللبناني. Thank you.
الأشباح هجمت على الضيعة يا ضل أطفالك يا ضيعتنا. ومين شافون؟ أنا كنت عم حطب ولمن نتفت حميدة إلا وقفلي بالطريق لونه أبيض مثل الدلج وعنده مسموعة من هون الطريق الكروسة. ما قالك شو اسمه؟ لايك ملازالمي لايك لاش أعطان معي عقلت حكي لولا قدرة الله ما قدروا إجاياتي يحملوني وأهربي على الحراج. ظاهر المسألة خطيرة كتير، لازم نتصل بالكراكون نخبر الشاويش لتدخلي الجيش العثماني بهالمسألة. ليش في غيره بيقدر على الأشباح؟ ما أنا خايف ما يكونوا الأشباح أزلام الاستعمار. الجيش العثماني وحده قادر خلصنا من الأشباح. إن شاء الله الأشباح بتخلصنا من الجيش العثماني. أنا مش فارقة معي، المهم نقضي على الأشباح وهالاستعمار. لك رح تدوخني بالاستعمار ونس البلاد معه. فيك تقلي مين مع الأشباح؟ يلي اخترعهم. مين اخترعهم؟ الاستعمار. وليش اخترعهم الاستعمار يا فهيم عسرك؟ تيهشلونا من هون ويحتلوا الضيعة. ما هني محتلين الضيعة من قبل ما تخلق. بدون يسكنوا الناس محلنا. نحنا وين منروح؟ أسفر برلي ها أمريكا ها أستراليا. وشو بنا نعمل بأستراليا؟ لمن بتسافري تعرفي. وعمي بنا نترك هالأرض؟ والله مش رح أترك ضيعتنا لو زرعوا بكل تلم فلاحة شبح. وعديني إنك ما بتحكي لحدا عن الأشباح. رح أقضي بشفافي بخيط إني لا تخاف. الله يبارك فيك يا زمرد هالوطني العظيمي. روح ولا يهمك اختك زمرد اخت رجال. قولكن من هيك بعد يا عزبي. يا ريت بيجيني عريس لو كان شبح. شبح دخيلك لا تصدق. هل عني يا قلت لك اتركني باسم الاب والابن والروح القدس. الله يبعدك عني يا الشيطان. دخيلكن اركضوا تعبق في الشبح. زمرد عم تحكي مع الاشباح، لازم نكبس لها روسا. احسن اذا مناخدها على دار اصحية. اقولك زمرد مجنوني، يلي بيحكي مع الاشباح بيكون داخل فيه الا يكسر قوته. نجينا يا رب
نجينا يا رب. تنغير الحديث شوي، لأغا كان زعلان منا. بزعل مرتي ولا بزعل الأغا؟ قالوا عنتو انتو في دقن وهانو سباشا. وهانو سباشا المتصرف؟ هيك هو يقال. يا عم الأغا غلطان، انا وعدتو انتو في دقن وهانس ابن عمي. عم تتمرجل ابن عمك؟ وشو بدك ياني؟ دق بالباشا؟ الباشا صعب حدا يوصلو، الجندرمة مسيجلو متل جنينة جدك بفراعة. لازم زور الاغا واشرح له القضية. يدلك اذا غضب عليك الاغا. غضب الاغا من غضب الباشا، وغضب الباشا من غضب الوالي، وغضب الوالي من غضب السلطان، وغضب السلطان من غضب الشيطان. الله يرحمك يا رزوق. لا تخاف محسوبك حربوق، بلعب لك بالجيش العثماني بفرض اصبح. سكوت لا حدا يسمعك وجيب اخرتك. عاش الاغا، عاش الباشا، وعاش الوالي، وعاش السلطان. شكريا افندم شكريا. قدام لعند الاغا. شو 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 وين رايحين؟ عمين تركين الارض؟ من يوم ما شافت زمرد الشبح ونحن خايفين نزرع ردينا. معقولة من غلطاني وكانت عم تسوي اشياء ما بيصدقها عقل. اشباح كتروا بالدعا، صار لازم نسميها دعة الاشباح. الجوع بيوتكن سكنوها انتو احسن ما يسكنها غيركن. اشباح سكنتها نامت عاد خوتتنا وتغطت بلحفنا. هيك هيك هني بدن. انتو عم بتنفذوا المخطط المرسوم يا جماعة. افهموني، الاشباح كذبة وانتو صدقتوها. تركنا نروح بلاد الله كبيري. كلها كبرت ورتك قدام وصي بلادنا. اذا هجمت علينا الاشباح مين بدو يحمينا؟ ايمانكم ببلادكم بيحمينكم. استعب عثماني جوعنا شبح فزعنا وما في إلنا إلا السفر. دق المي مي، قلتلكن الجوع بيوتكن اتركوني اتصرف. أنا راجع الضيعة مش رح اترك بيتي للأشباح. أنا بدي سافر، بدي جرب حظي ببلاد برا. الهجرة بتوزع أكتر من الأشباح. إذا كان استعمار استعمار أراضي، الهجرة استعمار قلوب وعواطف وحنين. رجعوا بيوتكن، ما سمروا جايكن أبوابا. العمى شو قلوب طيبة عالناس، بيصدقوا كل شي وبينفذوا كل شي. أنا عارف شو عم بيصير، والله ما يخليني إذا بخلي هاللعبة تمرق. حبيت شوي ارتاح وهدى.
الخيرات مثل ما عم بيسرقوا الناس. لازم نصور، لازم نرفع صوتنا ونحكي. يا محمد المهمسون يذوب. مبرود تترو الأحوال. شو لازم نعمل؟ ليت مننسق مع الأحرار لعيون جمال باشا منعبدهن، صالح حيدر، عبد الكريم الخليل، نور دين القاضي، سعيد فاضل عقل. لا بقى تذكروا أسماء عيون السفاح التامل بغش. الشيخ أحمد طبارة عم يتعرض لضغوط كتيرة. الجمعيات الدينية والأدبية عم تزيد. يا الله الله ينصر الأحرار. عاش الاستقلال. يا عمر حمد فكر لك بش طريقة تخلصنا من الجراد. نتخلص من الجراد لما منتخلص من جمال باشا السفاح. انتبهوا يا اخوان، جواسيس الباشا اكتر من الهم على القلب. نحنا كلنا لبنانيين، ما في بيننا ولا عثماني. نحنا لبنانيين بالتذكرة، عثمانيين بالمنفعة. لا تقول نحنا، سمي الاشياء الحقيقة. اسمحوا لي اقول نحنا لان جواسيس الباشا منا وفينا. فيكن تقولوا لي مين منا جاسوس، مين منا عميل؟ إذا كانت هيك المسألة كل واحد منا روح عبيته. لازم نضحي، وإذا ما ضحينا ما حدا منا رح بلاقي بيته. شو قصدك جمال باشا بينقلوا من مطرحه؟ لصادر شبابنا، دوابنا، ترابنا، بصادروا بيوتنا. بدو بيوتنا ياخدها، انا مش طايقة لعيشي فيها. ليش يا مباس؟ انا الاشباح ساكنتها، ان شاء الله بتخنقوا. الاشباح ما بتخنق سيدها، مثل ما جمال باشا زرع عيونه عن فارق الطرقات، زرع اشباهه بقراني بيوتنا. الاشباح وهم، صدقوني الاشباح وهم. والوهم سلاح قوي بايد الاستعمار. شعبنا اذا تخلص من الاوهام بلاقي النور وبعيش الاستقلال. يا استقلال الارض الخضرة قرب، نحنا ناطرينك. غنوك تنبح القصب غنوك، وصرت الخمر والكاس وحملت اسم الناس. هالكتر ما هجو صارت الافك سيف، يرد الاذى عطول والسين سكرة وكيف. والتاج الرفصول كل مواسم خير، تفرح بما الأحقول وتصحى صوت الطير. والكاف أو للحق عطول عنا فرق، شعبك صعب ينشق موحد بحب الأرض. ولا ملافك لا للطامع المغرور، بدنا الأرض كلها تتحرر ويرجع عليها يشع النور. واللام يا استقلال آخر حرف من صار، كل ما خطر بالبال عم يبتدي لبنان.